أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين لازال حديثنا في باب كراهية التوقيت الحديث الثاني من أحاديث هذا الباب عن عبد الرحمن بن كثير قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ دخل عليه مهزم فقال له جعلت فداك أخبرني عن هذا الأمر الذي ننتظر متى هو فقال يا مهزم كذب, الو... كذب الوقاتون وهلك المستعجلون ونجل مسلمون الله سبحانه وتعالى وعد بإظهار دين الإسلام على جميع الأديان هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله والإظهار بمعنى الغلبة العسكرية والسيطرة وهذا أمر لا بد أن يتحقق لأن الله سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد ورسول الله صلى الله عليه وآله أخبر في حديث صحيح متواتر بين الفريقين أن المهدي عليه السلام يملأ الارض قسطا وعدلا بعد ان ملئت ظلما وجورا وكذلك الائمه اخبروا بانه ستكون لاهل البيت عليهم الصلاه والسلام دوله في اخر الدهر تقوم بيد المهدي وتشمل جميع الارض بلا استثناء ويكون الدين الاسلامي حاكما في تلك الدولة على جميع الناس لكن القران الكريم والرسول الاعظم صلى الله عليه واله والائمه لم يوقتوا لذلك وقتا معلوما لنا متى سيكون ذلك؟ لم يخبرونا بذلك. كان هناك تقدير اولي بان يكون ذلك في سنة السبعين. لكن الله سبحانه وتعالى غضب على اهل الارض لما قتل الامام الحسين عليه الصلاة والسلام. فاجله الى سنة 140 ثم اذاعوا الخبر. ولم يكتموا السر فالله سبحانه وتعالى اجله الى وقت غير معلوم لنا في هذا الحديث الشريف مهزم يسال الامام الصادق عليه الصلاه والسلام اخبرني عن هذا الامر الذي ننتظر متى هو فالإمام عليه السلام أجابه بجواب مختصر بليغ قال كذب الوقاتون الذي يوقت قد كذب لماذا؟ لأن هذا إخبار بالغيب والإخبار عن الغيب لا بد أن يكون من الله سبحانه وتعالى الله يخبر رسوله صلى الله عليه واله، والرسول تارة مباشرة يخبر الناس، وتارة الرسول يخبر الأئمة عليهم الصلاة والسلام، والأئمة يخبرون الناس. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله فاذا واحد اجا وذكر امرا من المغيبات بدون ان يخبره الله سبحانه وتعالى عن طريق رسوله أو عن طريق الأئمة، عن طريق الرسول صلى الله عليه واله، فهذا إنسان كاذب. لذا المنجمون الذين يخبرون عن الوقائع المستقبلية، والفوالون، والذين يقرؤون الطالع، وما إلى ذلك، هؤلاء كذابون، لأنها هذه أمور غيبية. نعم. قد تكون هناك أمور ليست من الغيب، أمور مستقبلية لكنها ليست من الغيب. هذه الإخبار بها باعتبار العلم بأسبابها لا بأس بذلك، يعني مثلا أنت تريد تسافر يوم غد، قطعت بطاقة السفر بالطائرة مثلا، والطائرة تطير الساعة مثلا السابعة. إقلاعها الساعة السابعة وهبوطها ووصولها إلى المقصد في الساعة العاشرة مثلاً، أنت تخبر أنه سأصل إن شاء الله في الساعة العاشرة إلى مدينتكم، هذا ليس إخباراً بالغيب، لماذا؟ لأن هناك أسباب أنت هيأتها، وإذا تلك الأسباب تحققت النتيجة تتحقق. هذا ليس إخبارا عن الغيب لكن أنت تضيف إليها إن شاء الله لماذا؟ لأنه أحيانا الأسباب التي يرتبها الإنسان لا تنتج تروح للمطار يقولون أنه صايرة عاصفة في بلد الهبوط مثلا والمطار قد أغلق فالرحلة أغلية ألغيت أحيانا الطائرة تصاب بعطل فني تضطر إلى هبوط اضطراري في مكان آخر أحيانا الإنسان ما يوصل إلى الطائرة يعني أمور خارجة عن اختيار الإنسان لكن حسب الظاهر الأسباب الطبيعية التي يرتبها الإنسان تنتج إلا إذا شاء الله سبحانه وتعالى بمشيئة أخرى زارع يجي يزرع حنطة أو إلى بستان مثلا نخيل أعناب كذا راعى المسائل الزراعية وسقى الزرع سقى ال... نخيل مثلا سقى أشجار الأعناب نقول له انت قد تتوقع يقول بإذن الله مثلا سأحصل على كذا طن من الحنطة مثلا أو على كذا كيلو من التمور هذا ليس إخبارا بالغيب لان أسباب طبيعية موجوده الإنسان سار فيها هذه عادة تؤثر أثرها إلا إذا شاء الله سبحانه وتعالى خلاف ذلك. الإخبار بالغيب بمعنى أن الإنسان لا يعلم الأسباب. لا توجد أسباب طبيعية. والنتيجة تترتب على أسبابها، أنت إذا لا تعرف الأسباب إذا قلت شيئاً هذا شيء اخبار بالغيب اذا لي لم يكن من الله سبحانه وتعالى فهو كذب لذا الامام يقول كذب الوقاتون ناس يجون يقولون انه الظهور سيكون في هذا اليوم في هذه السنه مثلا في الوقت الكذائي هؤلاء ناس يكذبون وهلك المستعجلون اكو ناس يستعجلون النتائج، يعني لا يصبرون أتى أمر الله فلا تستعجلوه الذي لا يصبر فيعترض على قضاء الله سبحانه وتعالى هذا مستعجل، والمستعجلون يهلكون، لماذا؟ لأن الذي لا يصبر يجزع وينحرف عن الطريق عادة كان هناك في زمن الأئمة مجموعة من الناس هو يحب الأئمة عليهم الصلاة والسلام ويعتقد بهم لكن إلى أهداف أيضا وتلك الأهداف هي الأساس عنده يجي يقول للإمام أخرج أنا أكون معك الإمام ما يخرج هذا ليس أوانه ومستعجل بعد عنده هدف إذا يأس من الإمام عليه الصلاة والسلام يروح يلتحق براية الضلال فهذا مستعجل وقد أهلك نفسه باستعجاله ونجى المسلمون الذي يسلم لله سبحانه وتعالى ولرسوله وللائمه عليهم الصلاه والسلام امرح الله سبحانه وتعالى يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما تسلم امرك لله سبحانه وتعالى اذا الظهور صار في زمانك فانت من الذين ينصرون الامام عليه السلام واذا ما صار في زمانك في زمانك فانت قد اديت ما عليك يعني الان اباؤنا الماضون رحمه الله تعالى عليهم هؤلاء كانوا ينتظرون ظهور الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف لكن الله سبحانه وتعالى قضى عليهم بالموت ولم يشهدوا الظهور. هل ادوا ما عليهم؟ يعني اذا التزم بالواجبات وترك المحرمات والتزم بالدين كامله وهو قد هيئ نفسه بحيث ان الامام اذا ظهر يكون من اعوانه هذا ادى ما عليه. والانسان اذا ادى ما عليه الله سبحانه وتعالى يعوضه بالجنه والرضوان، بل بعض هؤلاء الله سبحانه وتعالى بقدرته يرجعهم الى الدنيا بعد ظهور الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، والله على كل شيء قدير، وقد احيا الاموات في الامم الماضيه عيسى عليه السلام احيا الاموات باذن الله. وذاك الشخص الذي اماته الله مائة عام ثم احياه. واشخاص اخرين من الامم السابقه الله سبحانه وتعالى احياهم بعد موتهم السبعين شخص الذين اخذتهم الصاعقه لما طلبوا رؤيه الله. سبحانه من موسى بعد ذلك الله سبحانه وتعالى أحياهم الله على كل شيء قدير وما جرى في الأمم الماضية يجري في هذه الأمة أيضا حسب الأحاديث الصحيحة ومن ذلك إحياء الله سبحانه وتعالى للموتى بعض هؤلاء الله سبحانه وتعالى يحييهم ليكونوا من أنصار الإمام المهدي ونجا المسلمون. الحديث الآخر أيضًا عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام أبو بصير يرويه قال: سألته عن القائم عليه السلام فقال: كذب الوقاتون إنا أهل بيت لا نوقت. الإمام كرر: كذب الوقاتون إنا أهل بيت لا نوقت يعني لا نذكر وقتًا لذلك. فاذا نحن لم نذكر وقتًا لذلك هذا اللي دي وقت من وين ديجيب دي هذا الوقت؟ سمع من الله سبحانه وتعالى الله اوحى اليه كلا. سمع من رسول الله صلى الله عليه واله الرسول لم يذكر وقتًا. نحن اهل البيت ايضًا لم نوقت. فهذا الذي يوقت من وين جايب هذا التوقيت؟ من جيبه جايب فهو كاذب. الحديث الثالث أيضا عن الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام يرويها الفضيل ابن يسار قال: قلت لهذا الأمر وقت فقال: كذب الوقاتون كذب الوقاتون كذب الوقاتون ثلاث مرات. إن موسى عليه السلام لما خرج وافدا إلى ربه وعدهم ثلاثين يوما فلما زاده الله على الثلاثين عشرا قال قومه قد اخلفنا موسى فصنعوا ما صنعوا. إلى آخر الحديث. وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر، فتم ميقات ربه أربعين ليلة. وقال موسى لأخيه هارون: اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. الله سبحانه وتعالى وعد موسى ثلاثين يوما ليذهب إلى الطور وخلال هذه الثلاثين يوما يصوم ويعبد الله سبحانه وتعالى فبعد الثلاثين ينزل الله سبحانه وتعالى عليه التوراة الله سبحانه وتعالى وعد موسى ثلاثين يوما وأخبره بأنه بعد الثلاثين ينزل التوراة زين خلال كم يوم بعد الثلاثين ينزل التوراة هذا لم يذكره الله سبحانه وتعالى لموسى فموسى أخبر قومه أخبر بني إسرائيل بأن الله سبحانه وتعالى وعده ثلاثين يوما وبعد الثلاثين ينزل عليه التوراه ذهب موسى الى الطور وعبد الله سبحانه وتعالى ثلاثين يوما الله سبحانه وتعالى ما قال بانه بمجرد ان تنتهي الثلاثين راح بنفس الليله انزل عليك التوراه وعده بأنه بعد الثلاثين هسه بعد بيوم بيومية يعني عشرة أيام عشرين يوم شهر لم يخبره بذلك فلذا الله سبحانه وتعالى أتم الثلاثين بعشرة أيام أو بعشرة بعشر ليال ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر الثلاثين ليلة كانت في ذي القعدة واتممناها بعشر العشرة الاولى من ذي الحجة. فنزلت عليه التوراة في اليوم الاربعين. وقيل انه خلال عشرة ايام نزلت التوراة بالتدريج. زين بنو اسرائيل شنو تصوروا؟ تصوروا انه في يوم الثلاثين موسى راح يرجع يوم الواحد والثلاثين. لما لم يرجع في يوم الواحد والثلاثين اتهموا موسى بالكذب والعياذ بالله وجماعة منهم زعموا أن موسى قد مات فالسامري وكان كبيرا من قوم موسى وشخصية عادية كان شخصا كبيرا استغل هذه الفرصة وكان يعلم بحب بني إسرائيل لعبادة الأصنام لأنه لما عبروا من البحر ورأوا أن الله سبحانه وتعالى قد أغرق آل فرعون رأوا قوما يعبدون صنما قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة وأشرب في قلوبهم حب عبادة الأصنام فالسامري منهم ويعلم ذلك فجمع زينه القوم شنو عندهم ذهبات مثلا فضه وما الى ذلك وهو كان صائغا فصاغها بشكل عجل وهو مهندس دقيق فجعل في نهايه هذا العجل ثقبا ومن فم العجل مفتوح بالطريقة بحيث أنه حينما كان الهواء يهب كان يدخل في هذا العجل ويتحرك فيه فيخرج منه صوتا صوت فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار وأيضا وضع قبضة من ماء قبضها من أثر الرسول في قضية مفصلة فهذه كانت تتحرك فهذا العجل دائما في حركة كان حركة صوتية يعني قال هذا إلهكم وإله موسى فنسي فعبدوا العجل يعني لم يفهموا كلام موسى ما قاله فانحرفوا بعد ذلك وكادوا أن يقتلوا هارون الامام الباقر عليه الصلاه والسلام يقول لهم ان موسى اخبر قومه بالوقت لكن لم يفهموه بالضبط فانحرفوا احنا اذا وقتنا لكم في اي امر وقتا اذا افتهمتوا ما قلنا وتحقق في وقته الذي عيناه لكم فقولوا صدق الله وإذا وقتنا وقتا لم تفهموه مثل ما قوم موسى لم يفهموا ذلك تصوروا أنه الثلاثين يوم خلص يوم الواحد والثلاثين موسى يمهم لم يفهموا ما قاله موسى وإذا إحنا وقتنا وقتا ولم تفهموه فإذا جاء الوقت ورأيتم ما حدث شيئا لا تكذبون مثل ما بنو إسرائيل مثل مثلما بنو بني اسرائيل كذبوا موسى عليه الصلاه والسلام. اتهموا افهامكم، شوف الكلام شنو هو؟ احيانا الانسان ينحرف لانه لا يفهم الكلام. الان الفرق الاسلاميه الكثيره. هذه الفرق هي فرقه واحده ناجيه والبقيه في النار. كما في الحديث المعروف عن رسول الله صلى الله عليه واله. ستفترق امتي الى ثلاث وسبعين فرقه واحده في الجنه والباقي في النار هؤلاء جميعهم جميع هذه الفرق يستدلون بالقران الكريم مع ان القران واضح لكن هناك ايات متشابهات بدل ان يراجعوا في تفسيرها الى الايات المحكمات وإلى الرسول وآله الذين هم الراسخون في العلم بأهوائهم فسروا القرآن أولوا القرآن ما قدروا يحرفون الألفاظ حرفوا المعاني هو ال الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم. فالامام يقول كذب الوقاتون ثلاث مرات ان موسى لما خرج وافدا الى ربه وعدهم ثلاثين يوما فلما زاده الله على الثلاثين عشرا ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر قال قومه قد أخلفنا موسى فصنعوا ما صنعوا من عبادة العجل تركوا التوحيد فالإمام يقول فإذا حدثناكم الحديث فجاء على ما حدثناكم به أخبرناكم عن أمر مستقبلي فتحقق ما قلناه كما قلناه وقد فهمتم ما قلناه فقولوا صدق الله لماذا قولوا صدق الله؟ لانه احنا ماذا نخبركم من انفسنا؟ نحن نخبركم لان رسول الله صلى الله عليه واله اخبرنا والله سبحانه وتعالى هو الذي اخبر رسوله واذا حدثناكم بحديث أو إذا حدثناكم الحديث فجاء على خلاف ما حدثناكم به يعني شنو على خلاف ما حدثناكم به يعني لم تفهموا كلامنا مثل ما بنو إسرائيل لم يفهموا كلام موسى عليه السلام ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعاشر أو حدث البداء في ذلك كما ذكرنا في الحلقة الماضية البداء في التكوينيات كالنسخ في التشريعيات الله سبحانه وتعالى قد يقدر شيئا لكن بعد ذلك يغير التقدير كما أن الله في النسخ أمر إبراهيم بأن يذبح ابنه إسماعيل فلما أراد أن يذبحه فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا الله سبحانه وتعالى نسخ ذلك في التكوينيات كذلك الله سبحانه وتعالى قد يقدر تقديرا يقدر هذا زيد هل يوم يموت لكن زيد يدفع الصدقة أو يصل الرحم الله سبحانه وتعالى يغير التقدير السابق لأن التقديرات لا تقيد قدرة الله سبحانه وتعالى إذا واحد كافر الله يقدر له جهنم إذا آمن وعمل الصالحات الله يغير ذلك التقدير السابق ويقدر له الجنة، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. البداء ليس عن جهل وإنما عن إخفاء عن الناس. فقولوا صدق الله تؤجر مرتين، لماذا هنا تؤجر مرتين؟ لأن المرة الأولى الأجر الأول لأنك صدقت بالإمام. الأجر الثاني عندما تشوف الناس انحرفوا لم يفهموا مثل ما بنو إسرائيل لم يفهموا الثلاثين والأربعين اللي بقي على الإيمان هذا إيمان قوي خالف الموجة العامة من الكفر والإلحاد والفسق فالله سبحانه وتعالى يضاعف أجره اولئك يؤتون اجرهم مرتين بما صبروا. هذا الحديث الخامس من احاديث هذا الباب، والحاصل ان الله سبحانه وتعالى يكذب الوقاتين. هسه لماذا الله سبحانه وتعالى يخبر بخبر هسه اما الناس ما يفهموا او ي... يحصل فيه البداء فيزيد فيه مثلا قد يكون امتحانا للقوم مثل ما امتحن الله بنو اسرائيل بقضية وعده لموسى عليه السلام. وقد يكون لاسباب اخرى مذكوره في مظانها ومحلها، نسأل الله سبحانه وتعالى ان يزيدنا ايمانا ويقينا، هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد واله الطاهرين